عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. بعد منافسات كبيرة، بعد مضايقات هناك من أجل انتزاع الناموس واختطافه، ولكن من كيف حضر في هذا الشوط ليهدي السلام والناموس إلى أبناء المدام. تهانينا والناموس والتوقيت. الزمن 12 دقيقة 29 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالكي طلعة مهير بن علي بن راشد بن كليب. هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت الظبي، قدمت مستوى كبير. محمد البحري بن نوبي العامري حضر على المركز الثاني بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 31 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. والمركز الثالث كانت انطلاقة الشاهينية بشعار محمد بن زايد بن محمد المنصوري. تهانينا وألف مبروك. التوقيت الزمني لحظة الوصول 12 دقائق 32 ثانية، ست أجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع كانت أم القرى بشعار حسين بن علي القرشي، من حل بالمركز الرابع بتوقيت زمني هناك 12 دقيقة 33 ثانية بالوفاء والتمام. والمركز الخامس كان شعار بن قمرة مع الشاهينية محمد بن صالح بن حمد آل قمرة النابت. المري تهانينا والناموس على هذا الفوز. والتوقيت لحظة الوصول 12 دقيقة 34 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجملية ميدان الوثبة لسباقات الهجن عاصمة الميادين في هذا السباق المميز الجميل في جائزة زايد الكبرى التي تنطلق على أرضية هذا الميدان. نتابع شوطنا الثامن هو الخاص بثنايا القعدان المحليات الأصايل ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان. نسير معكم إلى صدارة هذا الشوط ونتابع هنا الانطلاق، نتابع التحدي ومغادر المنطلق بصدارة هذا الشوط. هنا والمقدمة يأتينا هذا الشعار حمد بن السيل بن محمد بن هدفه العامري المنطلق على صدارة، بينما مخوف العوض بن مهدي بن هادي الاحبابي من يأتينا على المركز الثاني وثالث مراكزنا المنطلق بهذه الانطلاقة وهذا الأداء. هنا ضاري هادي بن عبد الله بن مايد المسافري من الجانب الآخر. هنا يأتينا في هذه الانطلاقات شمردل سعيد بن خليفة بن طارش المنصوري من يقدم شمردل من الجانب الآخر. الوصول هنا من شاهين محمد بن الشرقي بن مراش لعفارياتنا بانطلاقته وتحدياته. القدوم هناك يأتي شاهين بخيط بن مسلم بن بخيط بن طاسه العامري، بينما المركز السابع المنطلق هنا ما يخاف السويدان بن عبيد بن سويدان العامري. وعلى المركز الثامن ثامن مراكزنا الوسمي أحمد بن سالم بن سهيل العامري من ينطلق مع الوسمي بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. أرى هنا العندليب المنطلق طارق بن سالم بن ضحي لكعبي من يأتينا بهذه الانطلاقة والتحديات على تاسع المراكز. شعار شهاليل المنطلق بهذا الأداء الجميل. الوسمي يأتينا عاشرا حمد بن سالم بن علي الدرعي المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، أول نداء لمراكزنا العشرة الأولى المنطلقة بتحديات ومجريات هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من تتابعوننا عبر قناة هنا ياس هنا الرياضية وقناة دبي ريسينج الناقلة لهذا الحدث هنا من أرضية هذا الميدان وصدارة هذا الشوط. شمردل المنطلق على الصدارة، على المقدمة سعيد بن خليفة بن طارش المنصوري على صدارة هذا الشوط، وعلى المقدمة بينما شاهين بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاسة العامري من يأتي على المركز الثاني
التالي في مراكزنا يأتينا بهذا الانطلاق ظهري هادي بن عبد الله بن مايد المسافري من ينطلق ثالثا ورابع مراكزنا يأتينا هنا مخوف المنطلق العوض بن مهدي بن هادي الأحبابي يأتينا رابعا وعلى المركز الخامس الوسمي المتسلل بدوره بهذا الانطلاق الجميل حمد بن سالم بن علي الدرعي ويأتينا ما يخاف على سادس المراكز هنا بانطلاقة وتحديات هنا الأداء الجميل سويدان بن عبيد بن سويدان العامري من يأتينا على المركز السادس وسابع المراكز المركز السابع الوسمي أحمد بن سالم بن سهيل العامري وهناك شاهين على المركز الثامن محمد بن الشرقي بن مراش العفاري من ينطلق بهذا الأداء الجميل وتاسع المراكز العندليب القادم على تاسع المراكز بشعار طارق بن سالم بن محي الكعبي من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل أرى الوصول بهذه اللحظات من عواصم للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري بأول ندى يأتينا هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى قادرنا المنتصف وفي طريقنا إلى جسر العبور والصدارة والمقدمة والمركز الأول. سهنا يأتينا في هذه اللحظات شمردل زال هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. سعيد بن خليفة بن طارش المنصوري هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة بينما شاهين البخيت بن مسلم البخيت بن طاسه العامري من يأتي على ثاني المراكز وعلى المركز الثالث. المركز الثالث يأتي الوسمي هنا منطلقا الحمد بن سالم بن علي الدرعي من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع يأتينا ما يخاف سويدان بن عبيد بن سويدان العامري يتسلل من مركز إلى مركز وفي طريقة إلى أيضا الأسماء المنطلقة والمندفعة. يأتي شاهين محمد بن الشرقي بن مراش العفاري مع الثلاثة كيلومترات وجسر العبور وبعد جسر العبور تبان وتتضح الأمور. المركز السادس والقادم بأول ندى وصل النصر صالح بن مسلم بن طرشوم العامري من يأتينا بأول ندى أول ندى للنصر باحثا عن النصر وعن الفوز. هذا الأداء هناك يأتينا بالانطلاق والتحدي الجميل الوسمي أحمد بن سالم بن سهيل العامري من ينطلق هنا على المركز السابع. المركز الثامن مخوف عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي آتي بهذا الأداء وهنا ضاري هادي بن عبد الله بن مايد المسافري أيضا يأتي بدوره. هذه الانطلاقة عاشرا والمتسلل العندليب فارق بن سالم بن ضحية الكعبي من يأتينا على المركز العاشر وأسماء خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة مع أشواط الإنتاج والمنتجين. هنا الصدارة المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمقدمة مع شمردل من يأتي بصدارة ولكن أرى من الجانب الآخر شاهين المتسلل شاهين المندفع بهذا الانطلاق بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاسة العامري من يأتينا بانطلاقته وتحدياته. هنا الوسمي حمد بن سالم بن علي الدرعي والنصر النصر النصر يبغي الفوز يبغي النصر مع الثنين كيلومتروت. هنا صالح بن مسلم بن طرشوم العامري من يأتينا على المركز الثالث بهذه الانطلاقة. المركز الرابع المتواجد شمردل سعيد بن خليفة بن طارش المنصوري ويأتينا هنا ما يخاف سويدان بن عبيد بن سويدان العامري على خامس مراكزنا. والمركز السادس المنطلق الوسمي لأحمد بن سالم بن سهيل العامري وسابع المراكز شاهين محمد بن الشرقي بن مراكز
الفراش العفاري من يأتينا على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن العندليب فارق بسالم بضحي الكعبي والقدوم من قبل الساعي محمد بن عبيد بن شمال الخاطري القادم بهذا الأداء ووصل هنا شعار بن منانة مع وسيم هنا بانطلاقة أحمد بن سالم بسعيد بن منانة وعود أعود إلى الصدورة أعود إلى المقدمة أعود إلى الصراع أعود إلى التحدي وصدورة هذا الشوط والمقدمة. هنا الوسم من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط الوسم حمد بن سالم بن علي الدرعي من انطلق بصدارة وبالمقدمة. المركز الثاني شاهين بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاسه العامري وياتينا ما يخاف السودان بن عبيد بن سودان العامري على المركز الثالث مع الكيل الأخير وبن مروش مع هنا مع شاهين القادم محمد بن شرقي بن مروش ووسيم وسيم وسيم المتسلل بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل من سالم بن سعيد بن منانة لاجتبي ما نزعناه في المركز العاشر يتسلل إلى المركز الرابع ولكن هنا العندليب يأتينا هذه الانطلاقة والتحدي فارق سالم مضحي لكعبي ولكن الصدارة والمقدمة هناك مع بن طاسة وشاهين بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاسة العامري من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز المركز الأول هنا والصدارة هذا الانطلاق هل هنا الخمسمائة متر الأخيرة في هذا المضمار. المركز الثاني ما يخاف سودان بن عبيد بن سودان العامري ووسيم القادم انطلاقة هنا أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يأتي بهذا الانطلاق والأداء. الله الله اللحظات الأخيرة من طاسة وهنا يأتينا أيضا سودان بن عبيد بن سودان وهنا نتابع هنا الانطلاق نتابع وسيم مع المتحدي ينطلق إلى الفوز وإلى الناموس هذه الانطلاقة سالم بن سعيد بن منانة هنا نكتبي من ينطلق سلام زعبيل سلام على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني ياتانا ما يخاف سودان بن عبيد سودان العامري ويأتي شاهين بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاسه العامري على المركز الثالث والمركز الرابع. مشاهدينا الكرام من وصل هناك المنطلق العندليب طارق بن سالم بن حيلك عبي والمركز الخامس هنا من أتانا مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة. هناك الوسمي حمد بن سالم بن علي الدرعي من حل بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى تحديات هذا الشوط واستطاع وسيم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي من ينتزع الفوز والناموس هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز الجميل بهذه التحديات الجميلة. وشكرا أيضا من قدم بالانطلاقة حمد بن هايل أيضا الزرعي من قدم هذا الأداء المميز الجميل. شكرا للطاقم الكامل عزبة سالم بن منانة مع هذا الأداء المميز الجميل. هنا هذه الانطلاقة والتوقيت الزمني الذي سجل هنا وسيم هذا الانطلاق وهذا الأداء هنا أيضا 12 دقيقة 35 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي بينما المركز الثاني أتانا شاهين بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاسة العامري قاطع عن المسافة في 12 دقيقة 36 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية عفوا. من حل في المركز الثاني بهذه الانطلاقة كان ما يخاف سويدان بن عبيد بن سويدان العامري وأتانا هناك أيضا شاهين نبخيت بن مسلم نبخيت بن طاسة ثالثا بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 36 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع أتانا العندليب على المركز الرابع هنا بتوقيت زمني مقداره 13 12 دقيقة
38 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لطارق بسالم ضحية الكعبي والوسمي من حل على المركز الخامس هنا بانطلاقة حمد بسالم بن علي الدرعي وأتانا ب 12 دقيقة 38 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم متابع